اهلا بحضراتكم الجديد في اولى وقفاتنا الحواريه في هذا الصباح. هنتكلم عن ما يحدث في غزه والمجازر المتجدده اليوميه اللي بيرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واخر تلك المجازر او احدثها هو ما حدث بالامس في حي الدرج واصابه ومقتل واستشهاد العشرات من الفلسطينيين، يعني مجزره واباده جماعيه وسط تنديد دولي، ولكن اسرائيل لا تلتفت لكل هؤلاء. هنتكلم بالتفصيل في هذا الموضوع معي الأستاذ وليد عتلم، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون السياسية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا. المجازر كل يوم. نعم. إسرائيل بترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويعني وسط يعني نداءات دولية بوقف ذلك، ولكن لا يوجد أي تحرك بشأن ذلك، وإسرائيل تستمر في النهج العدواني ونهج الإبادة الجماعية. كيف ترى ذلك؟ أرى في استمرار السلوك السياسي والعسكري الإسرائيلي المنفلت الذي يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد ومزيد من التوتر الإقليمي. زاد على ذلك سياسة الاغتيالات الأخيرة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، المزيد من استهداف المدنيين، وآخرها كان مدرسة التابعين طبعا في حي الدرج، المجزرة التي تمت بالفجر. وبالتالي ده دليل ومؤشر على سلوك إسرائيلي نحو مزيد من التصعيد، سلوك إسرائيلي يجهد كل محاولات وكل جهود التهدئة التي يقوم بها الوسطاء المعنيين. وبالتالي بنجد أنه البيان الثلاثي الأخير الذي أعلنت عنه كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر هو بمثابة الفرصة الأخيرة للجميع. عشان كده لقينا أنه هناك إجماع دولي وعربي وإقليمي على هذا البيان الثلاثي الخاص بطرح أخير لاتفاق عاجل جدا للتهدئة في غزة، في محاولة من الوسطاء الثلاثة للملمة الوضع ومنع انفلات الوضع إلى مزيد من التصعيد. بالتالي البيان الثلاثي الأخير الذي أعلنت عنه مصر والولايات المتحدة وقطر هو المسار العملي الوحيد والأخير لنزع فتائل التوتر ونزع فتائل الانفجار المنطقة ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والانفلات والانزلاق إلى حرب مفتوحة الجبهات. ولكن إسرائيل لا تلتفت لكل هذا ولا تلتفت أيضا للتهدئة والمفاوضات بدليل الإبادة الجماعية المستمرة اليومية. إذن يعني كيف نستمر أو كيف نتحدث عن مفاوضات وهدنة ووقف إطلاق النار وسط تلك المجازر؟ نعم، عقبة رئيسية أمام هذه الجهود هو السلوك الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية المتجاوزة لكل الحدود. بالطبع نتنياهو لا يريد اتفاق هدنة، لا يريد اتفاق، لا يريد حتى صفقة إسرائيلية بشروط إسرائيلية، لأنه يرى الآن أنه في موضع قوة، هو خرج من عنق الزجاجة، عادت إليه بعض من شعبيته المتراجعة أو المتآكلة نتيجة سياسة. إزاي خرج من عنق الزجاجة؟ نتيجة سياسة الاغتيالات الأخيرة هو في الداخل الشارع الإسرائيلي يعني نعم بيشجع خاصة التيارات المتطرفة أو الكتل المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وفي السياسة الإسرائيلية، بترى أن ده نجاح سياسي أو ده نجاح لسياسات الحكومة الحالية. وبالتالي هو يرى أنه خرج من عنق الزجاجة وأنه في موضع قوة الآن، وبالتالي لا حاجة إلى اتفاق قد يمنح من وجهة نظره بعض النجاح ويحقق بعض النجاح للطرف الآخر ممثل في الفصائل الفلسطينية في غزة. اتفاق من شأنه أنه يحقق الاعتراف الدولي بالقيادة الجديدة لحركة حماس ممثلة في يحيى السنوار، وهو المطلوب الأول لحكومة نتنياهو باعتبار أنه العقل المدبر والعقل المنفذ عملياتيا وميدانيا على الأرض فيما يتعلق بهجمات السابع من أكتوبر. وبالتالي كدأبه هنجد أنه يراوغ ويمارس مراوغاته والعيبه المستمرة فيما يتعلق بالتهرب من أي اتفاق، خاصة في اللحظات الحاسمة. وإن كان البيان هنا البيان الثلاثي كان حاسم،
انه قال انه على اي طرف الا يمارس اي ذرائع او يتحجج باي ذرائع من شانها تاجيل اخر او تاجيل جديد للاتفاق، وعلينا جميعا ان نذهب سريعا جدا الى طاوله المفاوضات، وانه الاتفاق الثلاثي المعلن عنه من شانه ان يسد اي ثغرات خاصه ما بين الطرفين. من يجبر نتنياهو على التفاوض؟ يعني الولايات المتحدة يبدو أنها لا ترغب في وقف الحرب، بدليل أنها لو كانت ترغب في وقف الحرب لكانت أوقفت الحرب، ولكن الإمدادات بالأسلحة مستمرة، الإمدادات بالأموال مستمرة لإسرائيل، فإذا الولايات المتحدة لا ترغب في وقف الحرب. خلينا يعني نفرق بس ما بين انه امن اسرائيل هو مبدا ثابت في السياسه الامريكيه. صحيح. وضمان امن اسرائيل هو مبدا ثابت في السياسه الامريكيه ايا ما كان الاداره الموجوده، اداره ديمقراطيه او اداره جمهوريه. حتى الخلافات ما بين الاداره الديمقراطيه الحاليه وحكومه نتنياهو هي خلافات يمكن وصفها خلافات ما بين الاصدقاء. لكن الوضع الان متغير ما نتيجة التغيرات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن مقبلون على الانتخابات الأمريكية، الإدارة الحالية الرئيس بايدن يريد أن يقدم هدية لنائبته كاميلا هاريس تذهب بها إلى الناخب الأمريكي، ممثلة في شكل اتفاق لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في إقليم الشرق الأوسط. والإدارة الأمريكية عندها رؤية أنه نزع فتيل الأزمة في غزة هو نزع لفتيل الأزمة بشكل عام في الشرق الأوسط، خاصة في ضوء الرد الإيراني ورد حزب الله المنتظر. طب ده إيه اللي بيأخرها في تنفيذ ده؟ هي تمارس الضغوط، لكن في النهاية نتنياهو وصل لحد أنه حتى الإدارة الأمريكية يعني هو يعني يرفض بشكل واضح جدا عديد من الجهود الأمريكية، يجهد عديد من الجهود الأمريكية، وأبرزها المقترح التهدئة الذي كان أعلن عنه الرئيس بايدن في شهر مايو الماضي ووافقت عليه حماس، وانخرطت فرق التفاوض في عملية ومسار تفاوضي. وفي اللحظة الحاسمة نتنياهو بيسحب فرق أو فريق التفاوض الإسرائيلي ويقول أن هذا الاتفاق لا يناسبه ولا يناسب حكومته. لكن الآن هناك متغير، الإدارة الأمريكية تسعى لإبرام اتفاق من شأنه أن يعني يحسن من صورة الإدارة الأمريكية أمام الناخبين. كاميلا هاريس تلعب على شريحة الناخبين والمهاجرين العرب والشباب المناهضين تماما للعمليات الإسرائيلية، لكن في النهاية حماية أمن إسرائيل وضمان أمن إسرائيل هو مبدأ ثابت وراسخ في الإدارة الأمريكية. وللتدليل على أهمية هذا الاتفاق المزمع للولايات المتحدة الأمريكية، أنه حتى وزير الخارجية بلينكن قال أنه يريد أن يشارك في المسار التفاوضي القادم بعد 3 أيام في 15 أو 14 من أغسطس، بعد ما كان الملف كله مسؤول عنه وكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA. الوزير بلينكن يريد أن يشارك بشكل مباشر في عملية المفاوضات، هو يرى أنه بذلك قد يمثل ضغط على إسرائيل ويمثل التزام على إسرائيل بالشروع الجدي في المسار التفاوضي. هناك رأي بيقول أن ما يحدث أو الاتفاقات في الغرف المغلقة لا تظهر في العلن، يظهر في العلن شيء وما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة شيء آخر. هل ما يحدث ما بين إسرائيل والولايات المتحدة من اتفاقات يظهر عكسها في العلن؟ يعني لا اتصوره بشكل كبير. يعني سمعنا ان هناك خلافات بين بايدن ونتنياهو، واخبره انه لابد من وقف الحرب، ولكن هناك ايضا على العلن هناك استمرار بمد اسرائيل بالاسلحه وبالاموال. نعم، لانه لازم نفهم الموقف الامريكي. امريكا تؤيد حق اسرائيل المزعوم في الدفاع عن نفسها ومقاومه ما يطلق عليه ارهاب الفصائل الى اخر هذا الكلام. لكن الاداره الامريكيه مثلا الحاليه الديمقراطيه تختلف مع اسرائيل في استهداف المدنيين، وحتى دايما الامريكان يشددوا على هذه الجمله حمايه المدنيين، حمايه المدنيين. ولكن اسرائيل منذ 10 أشهر لا تستهدف سوى المدنيين. سوى المدنيين، نعم. في وقت من الاوقات الولايات المتحده قامت بايقاف بعض شحنات الاسلحه لاسرائيل وللحكومه الاسرائيليه، لكن اما ان شعرت ان هناك خطر حقيقي فيما يتعلق بايران وفيما يتعلق بحزب الله
قامت بإرسال مزيد من القوات البحرية والقوات الجوية إلى المنطقة، وأعلنت بشكل تام أنها سوف تتصدى لأي هجوم إذا تعرضت إسرائيل للخطر يستهدف إسرائيل. هل الدعم ده سيستمر، خاصة أننا اقتربنا على الأبواب الانتخابات الأمريكية؟ زي ما حضرتك تفضلت قلت أن بايدن يريد وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الأمريكية، هل ربما الأيام القليلة القادمة نشهد لوقف إطلاق النار؟ أعتقد أن الإدارة الحالية هتمارس مزيد من الضغوط على إسرائيل من أجل يعني إبرام اتفاق هدنة، ولو اتفاق جزئي وليس وقف نهائي لإطلاق النار حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية. عشان كده أنا بقول إن هو مسار الفرصة الأخيرة، لأنه بعد شهر الإدارة بكاملها منخرطة في انتخابات قد تكون هي الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة، قد تكون هي الأصعب في تاريخ الولايات المتحدة. ورقة الحرب في غزة والأوضاع في الشرق الأوسط هي أصبحت أحد الأوراق المهمة والمؤثرة جدا في الانتخابات الأمريكية، في ضوء أنه في المقابل المعسكر الجمهوري بقيادة مرشحه الرئيس السابق ترامب يعلن عن دعم لا نهائي ولا محدود لإسرائيل في مواجهة ما يطلق عليه إرهاب الفصائل الفلسطينية وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وبالتالي الإدارة سوف تمارس مزيد من الضغوط قدر الإمكان، لكن في النهاية هيبقى نقطة توازن لا يمكن تجاوزها، لأن هناك أصوات أيضا الكتلة اليهودية واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وهي لا ترغب بشكل أو بآخر في أن تفقد هذه الهيئة الناخبة. الجزائر دعت إلى جلسة في مجلس الأمن وربما تعقد يوم الثلاثاء أي بعد غدا، هل من تلك الجلسة إن عقدت ستحدث شيء جديد في هذا الأمر أم مثل الجلسات السابقة؟ يعني المسلك الإسرائيلي مش في الحرب الأخيرة فقط، يعني على مدار 75 عام هي عمر القضية الفلسطينية، فيما يتعلق بالقرارات الأممية وفيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني، ومسلك مخيب للآمال تماما. في رأيي الشخصي لو هناك قرار أممي واحد هو القرار الذي سعت إليه مصر، قرار 2720 الخاص بدخول آمن ومستدام للمساعدات، ويمكن القرار يمكن وصفه أنه القرار الأكثر عملية لأنه تعلق بواقع ومحدد مهم على الأرض، وهو نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. لكن المسلك الإسرائيلي فيما يتعلق بمجلس الأمن أو القرارات الأممية بشكل عام، إسرائيل لا تحترم بشكل واضح وصريح القرارات الأممية ولا القانون الدولي الإنساني. الكل بيتساءل هل إيران وحزب الله سيتدخلان على خط الأزمة بمواجهات مباشرة؟ هناك تهديدات ووعيد من الجانب الإيراني وجانب حزب الله منذ أيام، ولكن حتى الآن لا تتدخل إيران بشكل مباشر. هل الأيام القليلة المقبلة ستتدخل إيران وحزب الله على خط المواجهات المباشرة مع إسرائيل، ولا تخشى من حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة وليست إسرائيل؟ هو الأيام الماضية شهدت مزيد من الرسائل الأمريكية والوسطاء الأوروبيين سواء لإيران أو لحزب الله أنه بضرورة أحدثها أمس بايدن طلب من إيران بعدم التصعيد. نعم، صحيفة معاريف تحدثت، صحيفة معاريف ذائعة الصيت الإسرائيلية تحدثت عن أنه التقديرات الأمريكية والإسرائيلية الأمنية بتشير إلى أنه خلال 24 ساعة قد يكون هناك رد إيراني، من خلال بداية أولا من خلال حزب الله ثم يتبعه رد من إيران. لكن ممثلة إيران في الأمم المتحدة أعلنت أن هذا رد لا يضر بالتهدئة أو بالهدنة، وأنه رد منفصل تماما عن الجهود والمساعي الثلاثية التي تقوم بها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إقرار هدنة. أنا أتصور أنه حجم هذا الرد ونطاقه وتأثيره وقوته وتداعياته سوف يحدد عما إذا كنا سنذهب إلى مفاوضات حقيقية أم سوف تتخذه إسرائيل ذريعة ومبرر لعدم الذهاب إلى طاولة المفاوضات. وبالتالي إحنا أمام ثلاث أيام حاسمة، إن صدقت التقديرات الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق برد إيراني وعبر الوكلاء في حزب الله والحوثي بعد 24 ساعة.
أستاذ وليد عتلم الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون السياسية، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل مستمرون مع حضرتكم في فقرات هذا الصباح.